يوم 25 يناير كان في دعوه على الفيسبوك اللي احنا ننزل الشارع. كان دوري ان انا احد شباب المناطق الشعبيه، وكنا زي ما قلت لك الحق في السكن، وبنناضل عشان خاطر المنطقه ما تتباعش للمستثمرين. فمره واحده راحوا مطردين الناس من البيوت وقال لك كله يمشي وهنديكم شقق. لازم يتحاكم اللي يهد تربه، لازم يتحاكم، ولو ما تحكمش من الحكومه هتحاكم من ربنا. ده كان المشكله، ان احنا مش عايزين نطلع من منطقه، بس ايه دي مشكله. ليها كذا شارع وكذا مدخل، فكان اقرب حاجه واقرب منطقه لميدان التحرير، فكان بيستخبى فيها الشباب الثوره وكده. لازم نبقى في وسط شعب وناس نعرفهم ونعرفونا. ما ينفعش نخش على تراب وعلى ارض فاضيه، ما ينفعش. بقول ابو العيله ترابها جنه، اللي يطلع منها بيموت زي السمك اللي بيطلع من البحر. ناسها اهالي المنطقه هم اصحاب البلد، اصحاب بلاد. ما بيتطيش أبداً.